اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير. اليكم صور وملخص الحلقة 8 من مسلسل حكاية ليلى. عندما علم ماهر بخطة جدته اقسم لآفت انه سوف يحضر جانفيزا الى القصر كزوجة له. سليم الذي اختطف سالا لديه قصة مختلفة تماما هذه المرة، حيث يجد ماهر جانفيزا ويترك كل المخاوف والعقبات وراءه. يتقدم ماهر لخطبة جانفيزا ويعدها بأن يثبت لها إن عائلته تقبل هذا الزواج. فهل سيتم هذا الزواج أم سيحصل شيء يغير الأحداث في آخر لحظة؟ ما رأيكم بأحداث مسلسل حكاية ليلى؟ وهل تريدون أن يتم زواج ماهر وجانفيزا أم نعود للقصة، قصة الانتقام بين ماهر ووالد جانفيزا كورشاد؟ ما رأيكم؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء بالفيديو القادم.